محمود جبتينا الحبيب، توحشناك. بخير. قبل سنوات قليلة كان الوضع مختلفا بالنسبة للمدرب مصطفى سامي وناديه أبناء البغاس. النادي أصبح اليوم يتوفر على حافلة للتنقلات مع ولوجيات خاصة، إضافة تبدو بسيطة لكن كان من اللازم العمل بجد من أجل الاستفادة من هذا الامتياز. خلال 3 أيام في الأسبوع يلتقي محمد بباقي زملائه في الفريق. هنا يلتقي الجميع في نقطة واحدة في انتظار سائق الحافلة. فارديدو اللي واعر ما تفرجتيش فيه. سيتوان جبرتها، إذا كلشي كيتفرج كان. ملي كيكون فارديدو بحال هذا دائما خاوي. عندك ديك ما جيتي هذيك ما. بالحق باش نقول لك؟ تكرفصنا عليهم. تفرجت في الراديو قال لك جوج واحد. جوج واحد. كترفع عمر ديالي من اللي جا. جا كيجري كثر من جواب برشلونة مع كان في الطريق ماشي جاب له الله مدريد ديك شات الجون الثاني. على هذا الايقاع ينطلق الاسبوع حديث وملاحظات حول تموقع اللاعبين والحد من هجمات الخصم. رغم مرور 5 سنوات لا شيء تغير لديهم، نفس الانضباط نفس الحماس ونفس المشاعر ترافقهم خلال تنقلاتهم. النقاش يشتد والجو يحتدم قبيل المباراة. ليزافيسيونادوس بلونكوس يواجهون أزولغرانا. سينا مدرب ريح مع مصطفى أنشور. لا لا واخا نعطيكم محمود. هنا بالقاعة المغطاة المتواجدة بحي الدرادب تستأنف التداريب كل 2 و4 و5 من 2 إلى 4 زوالا. كان عندنا واحد الحلم بكل صراحة، واحد الحلم ديالنا كان تكون عندنا السيارة ديالنا قبل، كنا في أي سفر كنضربوا تمارة، لا من الناحية المادية مبهي داك الشيء ولا من الناحية المعنوية. أنا معنا جبار الشوفير مزيان، مع جبار الشوفير مع الصبح جبار الشوفير، أنا واحد النوبة يمشي لأكادير، كنا ملي كنا راجعين من معنا شوفير 23 ساعة وحنا في الطريق. إي أيوة والله وصلنا لطنجة، وحنا عندنا سفر مشيو لأكادير مراكش فاس الجديدة، مشيو أنحاء المغرب كاملة، وكان الحلم ديالنا يكون عندنا سيارة. ملي قدمنا الكور صراحه، ملي قدمنا للمشروع للمبادره وافقونا فرح كبير، وحنا يمكن حنا اول نادي اللي استفاد، اول جمعيه اللي استفاد من السياره في مدينه طنجه. انا بعدا على دار على راسي، انا عندي حياتي عاديه، راه خدام مجوج عادي الحمد لله، جد ولادي عايش حياتي عاديه، الحياه ديالي عاديه الحمد لله. شنو خص طبعا المسار مازال طويل. انا مثلا ندور على واحد الحاجه بسيطه هي الولوجيه، كنا كنجبروا صعيبه الولوجيه تدخل ابسط حاجه تدخل ديال بيد ما تقدرش، ان كاين الدروج كاين ما كاينش الولوجيه. بكل جد يتدرب لاعبو نادي أبناء البغاس. غياب قاعة مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا غياب الولوجيات لم يمنعهم من تحقيق حلمهم والمنافسة على الألقاب. يلا الشباب دول عندي مراتين هزي كلشي دابا باش يجي عندي كلشي غنعمل له بصح قال غادي نخدموا فحال دائما. دابا نعملوا شويه ديال الدورات، ندوروا باش نسخنوا، نعملوا الحركات ديالنا فحال دائما لي تيرمو، من بعد لي شوفمو غادي نخدموا على بعض النقط. انا قبيلتي نوطيت شي النقط اللي غنخدموا عليهم، من بينهم الديفونس. مره اخرى كنا خدمناها سبقت لنا مع جوج ديال الكيبوس، سبقت لنا الديفونس كنا خدمناها قبل الماتش سبقت لنا مزيانه. بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنوا من الاستفادة من كراسي متحركة تستجيب لحاجيتهم.
مرة كنا لعب المقابلة هنا فنصف النهاية ديال كأس العرش، يعني تصورت هنا كأس العرش لعبة نصف النهاية، ولعب معنا كابيتان، تهرست له كروسة وخرج حصل على برا ومشى عند الحداد كواها، وجينا وجا كمل معنا اللعب، يعني وجا وكمل معنا وتصور بديك اللحظة مشى وجا، وهيداك تمكننا باش لعبنا النهاية في نار موراك داك تأهلنا النهاية وكنا دينا ديك الكأس العرش. مشوار اللقب يتواصل والفريق يسعى لتعزيز مكانته، كيف لا وهو المتوج هذه السنة بلقبه 15 ليبقى الأكثر تتويجا، كما أن خزانة الفريق تضم 9 ألقاب لكأس العرش. بالنسبة لنادي أبناء البغاز، الإعاقة ليست بحاجز ولم تمنعهم يوما من التميز في هذا المجال. حالة شباب طنجة تنطبق على زهور 30 سنة، فقدت درعها اليسرى بعدما تعرضت لكسر لم يلتئم بشكل كلي، فكانت النتيجة لما هي عليه اليوم. سنة 2011 وعلى بعد كيلومترات من مدينة سيدي سليمان، فتح مركز دعم المرأة القروية أبوابه بدار بالعمري. المركز والممول من طرف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكن زهور من الاستفادة من دروس في مجال المعلوميات، وبعد حصولها على شهادة التكوين قررت أن ترفع التحدي وتتقدم بالتالي لمنصب مدرسة. وبالفعل فمن سار على الدرب وصل. زهور تنخرط اليوم في قسم لمحاربة الأمية. بعد مرور 3 سنوات أصبحت علاقتها بتلميذاتها علاقة خاصة. راجعت شوية درس ديال البارح مزيان، قريتيها مزيان؟ كاس الذكير، شكون يذكرني بالحروف؟ الحروف اللي شنا با بو ضمه بي بي سا سو سي اس اس قلنا ما عدا الفتحه مو مي ام الحرف الاخر سا سو سي اس. جماعه سنقراو معايا ما تسمعش سا سو سي سيها مون. ننتقلوا للحرف الاخر عندنا اس اسواق، يعني كيسبقها الالف عندي رو اسواق اس و قن. ملي تحت لي الفرصه في هذا المركز هدرت مع رئيس الجمعيه السي محمد الخليفي، والحمد لله يعني استقبلني بكل استقبال، وانا بادي مع هاد الناس مده 3 سنين دابا معاهم، وفرحانه بزاف يعني كنجي هنايا كنعلمهم حوايج اللي ما عارفنش، مثلا القران القراءه والكتابه الحساب اي مواضيع كنناقشوها هنايا، والهدف ديالي انني هاد الناس يستافدوا ويعرفوا، هذا هو الهدف ديالي. والحمد لله كاين الناس المستفيده هنا عندهم رغبه كيبغيو يتعلموا، لدرجه انهم لا كانوا ما يجيوش يعلموك، لانني اليوم راه ما غاداش نجي، يعني تقول لك ما تقيديناش في الغياب. يلا نشوفوا الحروف اللي عندنا دابا. يلا الحاجه عندنا حرف الميم، هنا تيكون فين تيكون اول كلمه وسط كلمه اخر كلمه، يعني كنقولوا من اخر كلمه نون وسط الكلمه نون عاوتاني بطريقه اخرى اخر الكلمه حرف الياء. بالنسبه لزهور العمل يبقى عنصرا لتعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربه الاقصاء. 12 ها 12 اسكسك جوج جوج واحد بوحدو فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بعيدا عن سيدي سليمان وتحديدا منطقة عرباوة، هنا قررت مجموعة من النسوة أخذ المبادرة وتأسيس جمعية سنة 2004 بدوار كرازة.
أشغال البناء ما زالت مستمرة من أجل تجهيز مقر الجمعية الذي استفاد من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. قيمة الدعم بلغت 200,000 درهم. هو قرب يسالي الحمد لله. على يسار الصورة ملكة القلاعي، هي رئيسة الجمعية، واليوم لها موعد مع مقاول بناء ومسؤول بعمالة القنيطرة، الموعد استثنائي بعدما شارفت أشغال بناء المقر على الانتهاء. احتل البلاصة باش تسهل عليكم البرونشمون ديال الماء. بعد قالنا لو روكار اللي من اللور غنبنيوه نوصلوا ليه الماء ديال لي طواليت، الماء ديال المياه العديمة. بقاو لنا بعض لي روتوش ديال الصباغة، بقات واحد الأسبوع ديال العمل إن شاء الله ونتنتهيو إن شاء الله بإذن الله. نتمنوا هذا الشيء اللي حققنا لكم نكون حققنا لكم النتيجة اللي بغيتو، وانتم واصلوا ونتمنوا بخير. نكون شكرا لكم. بسم الله. غنخدمو البير والماء. الا خدمتو البير غتشدو الريغوليطاي، الا خدمتو الماء العادي غتشدو هذا. الشبكة كله تقشر، كله تقشر، تعاود في المرة. لا هو ولا الأغراض. هادي شنو هي الطوالي؟ ولينا قلنا لكم البيضه هنا، دابا بعدا زدنا تسعنا لا بابو درنا لكم لا بابو هنا. واش هذا الشيء كان هكا؟ كان تبدلات، تبدلات، عاود لا بابو ثاني. هذا ديال الغسيل عاود درنا لكم الكوزينة على ديال الغسيل، باش اللي ها الغسيل هذا بابو يزيدي عادي يدير هنا. ها الكوزينة، ها فيروز، أنت ها الكوزينة ديالك، بالرخام بالمسائل. هاد الشيء زوين، هاد الشيء زوين ديال البلاكارات. درت واحد الرحلات، زرت شي تعاونيات وجمعيات في المنطقه ديال الحوز، وزرت في الشاون داير اللمعيز. مشيت للشاون ولقيتهم داير اللمعيز، وجاني هذاك الحماس اللي ندير لمعيز. وفاش دفعت المبادره دفعت باسم لمعيز، ولكن الشاون عندهم الغابه، حنا عندنا الزيتون، عندنا الكرم، عندنا الغرس. من بعد درست انا والمكتب هاد الشيء، لقينا المعيز ما يصلحش لينا هنا تياكل الغرس، ولينا كلبناها الغلم. وانا حتى الغلم مشيت للمنطقه ديال الحوز ولقيت الناس تعاونيه دايرين الغلم وجمعيه دايرين الغلم، وفاش لقيتهم فرحانين وناشطين وعاجبهم هاد الشيء ديال الغلم، حتى انا ناض فيا حماس. وانا حتى انا من قبل كنت تنكسب الغلم، انا من صغري وانا تنكسب الغلم، وعندي الغلم ماشيه لي في الدم ديالي، عزيزه عليا الغلم. الا كنت غادا غير في الشانطي راكبه في كار ولا في الطاكسي وشد شي قطعه ديال الغلم ومزيانه سمينه وعالفه ومزيانه، تنتشهاها تبقى قلبي معاه. قلت انا نتمنى تكون عندي هذه القطعه ديال الغلم. حنان وليك الساعه خبزي، وانا ديك الساعه نخرج البايم ونجي نخبز موراك. بسم الله. على غرار مالكة، دخلت راديا غمار الاستثمار عن طريق قطيع للأغنام مكون من 14 خروفا. قبل 10 سنوات تقدمت راديا للاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصلت على خروفين. اليوم بفضل مثابرتها في مشروعها عن طريق تربية وبيع الأغنام، أصبح المشروع يدر عليها 2500 درهم شهريا.
بالنسبه للمبادره غيرت الكثير، ماشي في حياتي انا بوحدي بس، غيرت في حياتي كثير المنخرطات كاملين تقريبا كلهم، لان الانسانه كل وحده ولات عندها تقريبا دخل، يعني ولات كتبيع كتشري كتقابل راسها. قابلتي اليوم، اليوم كانوا عندك جوج، من بعد جوج ولا اربعه، من بعد اربعه ولا سته، من بعد سته كاينه اللي استفدت من اربعه ديال النعجات اللي عندها هي بنتها ولا هي عروستها، وبلات كتبيع وكدير الدخل ديالها راسها. وديك الدخله راه معنا ما كتكونش لجيبها، يعني هذاك كتساعد به الزوج وكتساعد به الدراري، كتصرف على دارها، كتشري اللي خاصها هي، ولات على الاقل كت شويه استقلاليه على الزوج، يعني شويه كتساعدو في نفس الوقت، ملي مستقله ما تقولوش عطيني كل مره، وفي نفس الوقت كتساعدو، ما كيمشيش لجيبها الخاص. رغم وهنا المراه كتبيع راسها، المراه كتدي المنتوج ديالها للسوق راسها وتبيعو راسها وتاخذو راسها، يعني الزوج ما كيكونش شي مرات ما كيتدخلش. كاين الازواج اللي ما كيتدخلوش، يعني كيقول لك مادام ديالك بعتي وشريتي وقابلتي راسك راه هو ديالك. 85 مرة اللي استافدات، اللي دابا كلها عندها الغلم وناجحه الحمد لله، الغلم مزيانه. دواور عندي، الدوار دكرازة، الدوار ديال شقادفة، الدوار ديال شيابنة، الدوار ديال الدوميين، والدوار ديال خضادرة. خمسة ديال الدواور اللي داخلين لهاد الجمعية مشتركين فيها، خمسة دواور اللي دابا عندي التليفونات ديالهم، مني تنبغي نجمع الغلم ونجلب لها تيخرج الطبيب باش الغلم تيخصها تجمع، تنتصل بهم بالتليفونات اللي ما عندهمش تليفونات، ولاو عندنا هنا الماطر ديال ثلاثه دروايد، تنشد الموتور ديال ثلاثه دروايد ونمشي لعندها، تنقول لها ودي راه نهار الفلان الفلاني راه خصك تجيبي الغلم ديالك، راه كاينه الطبيب اللي غادا الغلم نجلب لها، وتنجمع هذيك الغلم تتجلب كامله، وتيولي اللي عنده واخا تتجمع في الكوري، ولكن من بعد مني تتخرج اللي عندها شي حاجه تتعرف بلاصتها تتمشي ليها. نعود لدار بالعمري، وفي نفس المركز اختارت مجموعه من النسوه دخول تجربه مهنيه اخرى. الحلاقة مهنة أقل تعبا من سابقاتها، كما يزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ. هذا الصباح نرافق الأعضاء للورشة، هنا يبدأ تلقين أبجدية مهنة الحلاقة، الأناقة، الانضباط، وحتى حسن الاستقبال، عناصر مهمة لها دور كبير قبل التمكن من تقنية هذا المجال. ديما كيكون التاج مقاد، يعني ديما المرايا كتكون قدامي ديما كنشوف التاج واش مقاد. في القاعة المجاورة أصوات آلة الخياطة تعلو هذا الفضاء، التكوين مجاني لكل شخص يرغب في الاستفادة من التعطير. الورشة عرفت نجاحا كبيرا رغم أن مدة التكوين تمتد لسنتين من أجل الحصول على شهادة، لكن هذا لم يمنع المرشحات من دخول غمار التجربة. نجاح التجربة يعزى لسبب بسيط، المركز يعتمد على سياسة ذكية تتمثل في توقيع اتفاقية شراكة مع شركة النسيج من أجل تسهيل اندماج المستفيدات في سوق الشغل. صادف تصوير البرنامج زيارة ثلاثة من خريجات المركز، فبفضل الشراكات الموقعة تمكننا من ضمان فرص شغل بمدينة طنجة. الخريجات نموذج لنجاح التجربة ومفخرة سواء للمؤطرين بالمركز أو للمستفيدات من التكوين. بهذه المناسبة هذه كنشكروك، وحنا خدامين الحمد لله. مزيان كنتي؟ مزيان. كنكون بلاصة واحدة خدامة؟ خدامة بلاصة وكذا. سمعتوا؟
واش بان لكم الخدمه واش بحال هذاك الشيء اللي هنا ولا الفرق ولا بحال الحمد لله. المهم كل شركه وفي هذا والمهم هذاك الشيء اللي كنا تنقولوا لكم وهذيك الصرامه شويه اللي كنا معاكم استفدنا بزاف حيت واحد شكون حيت انت كنتي تتشكي ليا من الوقت استجيت معطله شويه في الشركه تيخليك تعطلي شويه. لا لا خاص الوقت هو الوقت. كنا جالسين في الدار وملي جينا لهنايا تعلمنا مزيان ومشينا خدمنا هذا هو المهم عندنا. هادشي ما خصكش تقولي لي خصك تقولي لها يعني انا هادشي كنوجه للبنات كاملين. كنا جالسين في الدار وما كنديروا حتى حاجه ملي جينا لهنايا تعلمنا بزاف د الحوايج مشينا لطنجه خدمنا على راسنا. وماشي غير طنجه ولا هذا في اي بلاصه خاصو يصبر في اي شركه باش تخدمي خاصك تصبري. وهذا الشيء اللي تنوريوهم راه شحال هما راه داروا لا شفتو نتوما هما باقي معلقين عندنا الخيوط هنا هادو علاش معلقين هادو راهم داروا هما معرض ديال المنتوجات ديالهم اللي صايبو هنا في المركز يعني حتى تصبو هما اللي صايبو الروس ونديرو روسهم في الخياطه ونتعلمو مزيان. الجمعية خدت واحد العاتقة بأن هاد المستفيدين والمستفيدات أنهم ملي تكونوا يكملوا سنتين ديالهم تتحاول الجمعية أنها تتنسق مع مجموعة ديال الشركات باش توجد لهم واحد الشغل باش هاد المركز يبقى دائما عنده إقبال. كيفاش كانت الثقة ما بين المركز وبين الناس ديال المنطقة؟ التعامل اللي لقاوه والعناية اللي لقاوها هي اللي جعلتهم باش يبقاو يواكبوا على المركز. وفي خمسة ماي 2014 كنا درنا شراكة مع واحد الشركة ديال كوسانات في طنجة وجبناها على المركز ودارت واحد التيست ودات مجموعة ديال المستفيدين أنا راهم تيشتغلوا الآن راهم تيشتغلوا في الشركة وحاليا تيجيو عندنا المركز تيزورونا مرة من تيزورونا أن تنحسوا حنا بأننا عطينا شي حاجة لأن أنت تشوف هذاك المستفيد كان أنه تيقلب على ولو مصروف بسيط ما تيلقاش الآن ولا هو تيساعد عائلته وهذا بحد ذاته راه إنجاز. بنات صباح الخير فيقوا راه 6 ساعات ما تعطلوا داهيه. يلا البنات صباح النور عليكم فيقوا البنات. الساعة تشير إلى 6 صباحا موعد الاستيقاظ بدار الطالبة بملوسة لا مجال للتهاون مع المراقبة كوثر على نفس الإيقاع تقوم بتفقد أمكنة النوم. للمستفيدات وقت محدود من أجل توضيب غرف النوم والاستعداد ليوم جديد لكن قبل ذلك فوجبة الإفطار تنتظرهم في قاعة الأكل. إيوا شنو عندك اليوم؟ أنا كان عندي حد علوم العصر 12 و 8 ديال الليل. أنا جالسة أنا فين كتجلس؟ أنا جالسة جالسة حنا على بوشة. طريقة دابا ماشي كارثة حيت ما غايبينوهمش فيه. شنو عندك اليوم في الصباح؟ لا في المدرسة العلوم عندك فرض واش حفظتي؟ الجمعة الله يوفق. عندنا الإعلاميات عندنا يعني توقيت منظم يعني داك الشيء اللي كاين هنا في دار الطالبة يعني ما كاينش في البيوت ديالنا يعني مثلا ملي كت يعني
بيت في المنزل ديالكم ما كاينش شي واحد النظام اللي كتمشيو عليه، كتجي كتنوض في الصباح اذا كنتي في الدار ديالكم كتجي المدرسه كتجي كتدوز نهار كامل وانتي قاريه، ملي كتمشي ما كيبقى لكش الوقت لا تحفظ ولا تقرا ولا تعمل حتى شي حاجه. يعني عندنا واحد النظام يعني ماشي مزيان، يعني عندنا واحد وقت محدد كنعملوا فيه المطالعه، وقت محدد يعني تجمع مع صحابك تعاود لهم على النهار ديالك. يعني الحمد لله على هذه النعمه اللي عطانا الله. العلاقه بين الممثلين هي علاقه بحال خوت بيناتنا، يعني هما ترس ممثلي عينينا، يعني الهضره اللي باش نوصلوا حنا الاساسيات ديالنا يعني هما كيمشيو يقولوها، الطلبات اللي باش نقدموهم حنا باش نمشيو كاملين جماعه هما كيمشيو فرد واحد كيقولوا نفس الهضره اللي باش نقولوها حنا. العلاقه بيناتنا هي علاقه خوت وصافي، كان يعني دائما حنايا ضد الطلبه يعني منحتنا واحد الفرصه نتعرفوا على مجموعه الاصدقاء. هنا كل الجهود مبذولة من أجل أمان وراحة المستفيدات، غالبيتهن ينحدرن من الدواوير المجاورة كملوسة أو دوار زرارة. قبل افتتاح دار الطالبة قبل سنوات لم تكن العائلات تقبل بإرسال بناتهن للدراسة بعيدا عن البيت، كما أن الهدر المدرسي كان عائقا بالنسبة لهذا الأستاذ. المشكل كان مطروحا بالنسبة للفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة قبل المرحلة الثانوية. من أجل ضمان شروط الراحة والاستمرارية وبالإضافة إلى الإيواء، تستفيد النزيلات من حصص للدعم المجاني وفق أجندة مسطرة من طرف الإدارة. واش غادي تمشي امتحان الدراسي؟ قربوا خصنا تمنى المراجعه. كاين نسبه التوقيت ديالكم مع امتحانات اللي يعني كتدرس واش كتجاوبوا قبل ولا كتستعدوا للامتحان باش ملي كيجي الامتحان كتكونوا مزيان فاهمين؟ بالنسبه للجمعيه هي كتخدم وكتفكر بان المؤسسه ان شاء الله غادي يزيدوا يشوفوا يزيدوا يبنيوا فيها باش يكون واحد التجانس واحد السلامه ديال المستفيدات كتحقق في المؤسسه الحمد لله. كاين المستفيدات عندهم التامين ديالهم داخل المؤسسه الحمد لله، والجمعيه كذلك كتخدم هي وكتسير المؤسسه وكتبحث على ضروره ديال استمراريه المؤسسه وكتبحث كذلك على تحقيق ديال سلامه المستفيدات كذلك في داخل المؤسسه وخارج المؤسسه. يا عمره يوم السبت يبقى مميزا لدى المستفيدات، اليوم سيعودن لبيوتهن بواسطة حافلة تابعة لدار الطالبة، هي الحافلة الوحيدة المكلفة بنقل حوالي 100 من الفتيات خلال ساعات طويلة، فغالبيتهن يقطن بكيلومترات بعيدة عن دار الطالبة. عطتنا واحد الفرصة جديدة، عطتنا واحد تقدم جديد في حياتنا، حيتاش حنايا كما كتشوف حنايا بلاصة هنايا قدر ما نلقاوش ترونسبور، نقدر إذا مشى عليك ترونسبور تقدر ما تلقاش تاكسي، مي كيكونش حتى ما تقدرش تمشي للمدرسة في الصباح كتكون الطريق خايبة بزاف، حيتاش فهمتي كتوقع هنايا ماشي بحال مدينة ولا شي حاجة بحال هكذا، حنايا هنا في القرية كيكون شتا بزاف ما تقدرش تخرج بوحدك. ما تقدرش تجبر التاكسي، يعني تقدر تعطل على المدرسه، ماشي بحال دار الطالبه. دار الطالبه يعني عطاتنا صراحه واحد نعمه من عند الله كما كيقولوا، فيها كل شيء، فيها خواتات كنتعاملوا مع خواتات اخرين جدادين، كنتعاملوا مع اساتذه جدادين، والاساتذه ديالنا ماشي كيبقاو غير اساتذه، كنحسبوهم والدينا خواتاتنا، المراه اللي كطيب تما يعني كنحسبوها يمانا اختنا، كل شيء فيها يعني ماشي ما كاينش ديك الفرق ما بين مؤطره ولا مديره، ما بين طيابه ومستفيده، يعني كل شيء بحال بحال. مغرب بلادي ارضي وارض جدادي، نطلبوا ربي يحميها رايه حمراء نجمه خضراء، ما
نجيبو المحافظ ديالنا. لا يلا ماما سلام سلام نطلع نهار الاثنين في الصباح. سلام على ماماك. شكرا. سلام على ماماك على كل شيء. زيد شنا لاباس بخير مزيان صحه بخير اهلا عليها بخير مزيان سينا كبقيت مزيانه الحمد لله امتحانات من درا امتحانات احنا ماشيين كاين دوزنا وباقي ما دوزنا مزيان هاو تسين الطبيب قلت لي عند خالتي والو خالتك عيطت لي تصبح قلت لي غتطلع ما بقيت ما جا اليوم هذا السبت كنحس فشي مناسبه عندي في الدار حسيت كنحسوا هذه كاملين مجموعين عليا وسيمانه هما غايبين من الدار نهار السبت كينجمعوا كي الحاد والاثنين عاو كيصبح كلها ماشي في حاله وديك قال هذاك انا نهار الاولي ملي بغيت نصيفط لدار الطالبه جاتني واحد الشجاعه من عند الله ما عرفتش كبرت البنت اخرى كوصال بغات وصلت السادس حبست ما كاينش البنات حتى شي واحد كيمشي لدار الطليبه ملي جات هذه فدوى عندي هي وخاها والساوه واحده السبعه قلت انا غنتوكل على الله مشيت شفت جلسه في ملوسه واش نقول لك جاتني صعيبه شويه بنت واحده من الدوار كتمشي تقرا بوحديتها ما كاين حتى شي واحد غير هي مع الولاد الفرد كتمشي بوحديتها واش الصعوبه معها وهداك واخا كنت في الناس ديالي ما مرتاحاش ولكن ما كنبينش للناس كيخصني الناس باش نشجع الناس يصيفطوا ولادهم حتى هما يقراو واخا ديك الحصص عندي في القلب ديالي ما كنبينش للناس كنقول لهم مرتاحه مزيانه وهادي ودار طالبه مزيانه وتخلصت دار طالبه واش الصفروشه ديالي مشات فين كيبات والحراسه عليهم زعما ما لقيت حتى شي ديفو من دار الطالبه الحصه ديال اليوم انتهت غنمشيو ان شاء الله تمشيو وتراجعوا الدروس ديالكم والحصه المقبله غنبداو ان شاء الله عندك ما تراجعوش يلا السلام عليكم يلا الله يعاونكم نعود لبن سليمان وتحديدا مركز دعم المراه القرويه من بين المستفيدات من دروس محو الاميه مجموعة من المسنات في عقدهن السادس يلزمن الصف الدراسي لأول مرة. أنا غندير لكم الطعام البلدي باش تعلموا وتستافدوا هانتوما بسم الله. من بين المستفيدات منذ تدشين المركز نجد فاطمة الوردي التي واصلت مسيرة تعليمها. هي اليوم تشرف على ورشة لتعليم فن الطبخ هنا ستقدم حصة في إعداد الكسكس نحاول نجمعوها باش مازال تجي صايبيه ما تقطعش صافي خديها عاد تبقى القريمه ديريها بدلاك بيديكم ولا ديروها بدلاك بالماكينه بغيتو رقيق ديروه بالسقه باللحم بغيتو اللي كيطبخ بالعشوب هاتي المكونات ديري فيه شنو المكونات اللي كترمي في البرمه باش تطبخي ديري العشوب راس الحانوت شويه الزعتر مزيانه صحي ديري بصله مطيشه قصبر معدنوس ثومه وجدناها هاي اللي تتفكوها مزيان باش تبقى محلوله ما تعجنش من بعد كل ما تتفكوها مزيان بسم الله ها نتوما البنات ها نودي بنتي نودي انت كتبغي تعلمي نودي حطي يلا ديروا ها الرقيق اللي كيتسقى هذاك الرقيق سقى رقيق من هنا انت كي تديري رقيق كيتسقى تديري اللحم
وديري الخضره وديري اللي بغيتي. واخا تقطع لي تقول لي تخلي فيها واخا هانتما نتاما درتهم صغار هما من الاحسن باش تتغلبوا عليهم. هانتما دابا نديروا الثانيه هانتا كبير راه كيبغى يعرف هذا الشيء كيبغيش على الطبخ. هاد الناس علمونا تحاروا فينا عيانا وداكشي وانا تنقراو وتنسمعوا خط غاديك وخط غاديك وبقاو ملهسنا حتى علمونا والحمد لله تعلمنا قرايه حفاظه الحساب طياب دجاج محمر اللحم بالبرقوق شلاضه اي حاجه تعلمناها الحلوى وتعلمنا الطعام الحمر الطعام الابيض وكل شيء كل شيء تعلمناه الحمد لله. علاش تعلمتي علاش كنتي هذا الماكس استفدنا علاش على القرايه وباش نعرفوا شويه قرينا القران شويه الحمد لله ونشكر الله ما كناش ننزلوا تاز ستيلو ونعرفوا نشدوه ودابا الحمد لله بقينا نشدوه البرطابل ندوزوا لوليداتنا بقينا نعرفوا الحساب بقينا نعرفوا الرقم والحمد لله الشكر لله ما كنا نعرفوا حتى حاجه. فاطمه ليست سوى نموذجا ل 120 الف مستفيد من برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بسيدي سليمان. سر هذا النجاح التنسيق المتكامل بين مسؤولي العماله وفعاليه المجتمع المدني. خلال هذا اللقاء المحدد كل شهر بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان يتم دراسة المقترحات لإعطاء دعم لمشاريع جديدة. ولينا في المشاريع ديالنا كنخدموا عن طريق الالتقائية بمعنى أنه كاينه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كدير الانفراستركتور بما تدير هاد المؤسسات والتعاون الوطني بطبيعه تيسير وهاد المشاريع ماشي كل واحد يمكن يدير باش ما نبقاش نختلفوا في المشاريع بما ان كيكون مشروع واحد داخلين فيه مجموعه ديال المتدخلين كما هذا المركز ديال الدعم الاجتماعي للمراه مثلا وفيه مجموعه ديال المتدخلين اللي عطاتنا الالتقائيه ديال المشاريع ويمكن نديروا اتفاقيه شراكه اخرى مع ناس متدخلين اجتماعيين اخرين اللي يمكن يستفيدوا داخل هذا المركز بطبيعه الحال اللي هي مثلا الجمعيه ديال المجتمع المدني اللي كتسير هذا المركز بشراكه مع التعاون الوطني تضمن الاستمراريه واللي تستفيد الجمعيه حتى من المنحه ديال التعاون الوطني منحه ديال تسيير طبيعه الحال ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك المنح ديال الجامعات القرويه والحضاريه والمجلس الاقليمي ومجلس الجهه. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تساهم في رفع مظاهر الهشاشة عن آلاف الأشخاص فحسب بل ساهمت أيضا في فك العزلة. مع مرور الأيام أصبحت فاطمة تفكر بشكل كبير في أخذ مبادرة شخصية وخلق جمعية خاصة بها تسوق من خلالها منتوجاتها أو ربما حضانة للأطفال. قبل انضمامها للمركز كانت فاطمة تعيش بمنزل عن الجميع اليوم بدأت تندمج بشكل تدريجي فهي تستقبل أبناء الجيران وتوظف خبرتها وتلقن الأطفال ما استفادت منه من تكوين حروف هجائية وأيضا بعض الصور القرآنية. انت قرا هادي شي هادي شي ما ديغ غير لا ضرون انت ما شريتش صافي باش تقرا معايا هذا الزيب سي الحاء الخاء النون الواو هيا غير المغضوبي عليهم الضالين امين عليهم الضالين عافا بنتي يا الله قريتي مزيان يا الله بنتي معلمه مزيان
كيف كاين الباب؟ مزيان شي مدرسه قيسي مزيان عملتي الامور ديالك مزيانه التفاني والاجتهاد عاملان ساهما في نجاح مصطفى الذي يعتبر حالة استثنائية رغم الإعاقة البدنية، فقد استطاع أن يؤسس عائلته الصغيرة وأن يصبح مؤطرا رياضيا لمجموعة من الشباب المعاقين. لم يتوانى مصطفى يوما في تلقين ابنه أن العمل الجاد شرط أساسي من شروط النجاح. الدروس ديالك مزيانة؟ شنو بديتو بريباراسيون ولا باقي؟ اليوم بديتو؟ ايوا على الله، حنا غادي نشوفو ان شاء الله ونتعاونو. اسابيع قليله بعد انتهائنا من تصوير البرنامج عين مصطفى على راس المنتخب الوطني لكره السله ليتوج بذلك مسارا رياضيا حافلا في مجال التدريب، مسار امتد طيله 30 سنه في كل من المغرب وأوروبا. هذا عرفتيهم؟ هذو الميداليات اللي ديال البطولة العربية. هذه ميدالية خديتها في ليبيا 96، وهذه خديتها في الأردن في 99، من مور هادي 3 سنين، وهذه الأخرى خديتها في الجزائر في 2004. عانى مصطفى من إعاقة جسدية في سن مبكر، لكن رغم ذلك فقد واظب وتحدى الصعاب. هو ليس رياضيا فحسب، بل فنان في أوقات الفراغ. منذ سنوات وجد مصطفى ضالته في مجال الرسم والصباغة مع بني السف، دابا ما يناهز شي 16 عام. كانوا عاملين واحد المعرض في مارينا سمير، كانوا عاملين الهوات مع المحترفين، ونظرا لضيق الوقت اللي كان عنده كانوا زولوا الهوات وخلوهم محترفين، ولكن انا الوحيد اللي خلوني من الهوات، لان شاف اللوحه ديالي وعجبوه، وكان عندي شرف كبير ان اللوحه ديالي كانت بجانب اللوحه ديال بن يوسف. كانت واحد اللوحه جميله بزاف، هي كان بن يوسف رسم سيدنا حسن الثاني الله يرحمه هز في يده الحمامه، وانا كنت بجانب ديال معاه تقريبا 3 اللوحات ديالي صغار كانوا قدامه، وكان عجبو الحال وشجعني باش نمشي في هذا الدومين. هذا اذا كان مصطفى قد تحدى اعاقته واندمج بسرعه عن طريق الرياضه والفن، فهناك من يحتاج لمد يد المساعده. إلى المركز السوسيوثقافي بتطملي هذه المرة. عشرات من المؤطرين ينشطون دورات تكوينية في مجالات متعددة كهذه الورشة المتخصصة في الفن التشكيلي. فك العزلة لا يمر أساسا عبر الجانب الاقتصادي. الترفيه والتنوع الثقافي يدخلان ضمن أولويات برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع بلغت تكلفته حوالي 8 ملايين درهم. الفنون التشكيلية هي جميع الفنون التي تعطينا صورة ثابتة. مثلا من هذه الفنون الرسم، المركز يعتبر متنفسا للأطفال المنحدرين من الأوساط المهمشة. عبد المجيد العنيقري وزوجته ينشطان هذا الفضاء منذ مدة. هنا يتقاسمان رفقة أطفال المركز هوايتهما المفضلة
فن السيرك. كنعرفوا بان الوليدات ديال اليوم ما بقاوش بغاو يولوا متفرجين ولا بغاو دي زاكتور. فور دوني لو بليزير ديتر ان اكتور، لو بليزير ديتر ايكوتي، ديتر في اي ديتر ابلودي. سي سكو دوموند لي زونفون اي سي زونفون كي سون دي فيتور جون. اون بليس لو سيرك اون بليس كان كان ار او كين باسيون سي تان ميتي دو فيتور. الحمد لله المغرب اون ايت ان بلان ديفلوبمون توريستيك. دونك اون ا بوكو اون ا با داكاديمي اون ا با ديكول كي فورم دي زارتيست سوف les grandes écoles de théâtre. Mais les petites choses, former un jongleur, former un clown, former un magicien, former un acrobate, un équilibriste, ces institutions, alhamdoulilah, on a des imkaniyat bach dirhom. Peut-être, je dirais, moi et d'autres collègues, on est en train de travailler sur ça. لا جام ديال الصوت في الاخر طلعها شويه واخا دابا بعد اسابيع من العمل المتواصل بوادر مجموعه كورال متميزه تظهر في الافق. قبل بداية تدريب المجموعة تبدأ التسخينات. بالنسبة لهؤلاء الشباب المركز منح لهم فرصة اللقاء المتواصل وأيضا فرصة لصقل مواهبهم ولما لا مواصلة العمل من أجل التميز في الساحة الوطنية مستقبلا. أنت شوف بلاصة الفاديز لعب سول كنزة لافو شوية لاقام كي نعودوها يعني باي بلاصة سول. لافو شوف احمد لا بيشي انت معاه ومن يبدا يفرابي لا بيشي انت صافي يلا نعاودو. بالنسبه لكاع يعني كاع الدراري اللي معانا في النادي تقريبا هما كيف ما كنقولوا ولاد الحومه. كانت انا عندي الهوايه ديال الموسيقى وبداو كيبانوا الدراري حيت كيف ما قلت لك راه ما كانوش متوفرين لنا بزاف ديال الحوايج. ديك البارح حنا بدينا كنفهمش بقينا كنفكروا قلنا علاش ما نديروش حنا واحد الجروب اللي منو غادي نتعلموا كاملين وكانت عندنا طموح اللي نبانوا حنا ونمثلوا مدينه تطمليل. فوالا بشويه بداو كيبانوا الدراري. بدينا كنمشيو لدار الشباب بدينا كنريبيشيو غير واخا ما كانوش كيف ما قلت لك لي ماتريال وداك الشيء بيناتنا كذا وشويه بشويه الحمد لله بنا في شي يعني في شي حفلات اللي كانت غير محليه ديال الاقليم كنبانوا فيها وكذا وكنمثلوا احسن تمثيل. فوالا فوالا 2 3